اهلا بحضرتك في موقع هير نيوز، ممكن نتعرف بحضرتك؟ انا يمنى كامل من جيتس ديفلوبمنتس نيو كابيتال. انعقاد معرض سيتي سكيب في هذا التوقيت بيمثل دفعه قويه لانعاش السوق العقاري؟ اكيد طبعا، يعني معرض سيتي سكيب ده احنا بنجمع كل المطورين اللي موجود في سوق العاصمه، التجمع ساحل سخنه في مكان واحد، بوفر كتير قوي على الناس اللي جايه تستثمر او الناس اللي بتدور على حاجه في اي مكان. بجمع كل الاماكن في مكان واحد سهل الوصول ليه، وفي نفس الوقت بعروض كويسه جدا جدا تبقى في متناول الناس كلها. معرض ممتاز طبعا. بالنسبه للتوقيت ذات نفسه بعد كورونا؟ لا خلاص، هو موضوع كورونا ده احنا تقريبا بقى وضع طبيعي بالنسبه لنا. موضوع كورونا، الاجراءات الاحترازيه، واخدين بالنا من كل حاجه، بس خلاص احنا في مرحله دلوقتي لازم يعني نشتغل فيها. والحمد لله مصر من اكتر البلاد اللي كانت الضره بالنسبه لها نافعه. حته كورونا حصل فيه انتعاش عندنا في السوق العقاري الحمد لله، وده طبعا بيبان في الاخر في النتيجه. المبيعات حققنا مبيعات كويسه جدا، يعني الناس بقى عندها يعني اويرنس خلاص في حته كورونا وكده. فلا الموضوع مش جائحه كورونا، خلاص احنا بقى لنا قد ايه فيها، بقى لنا سنتين، فالموضوع بقى بالنسبه لنا لا في اويرنس احسن بكتير قوي من قبل كده. يعني كده نقدر نقول ان السوق العقاري فعلا بدا يتعافى من اثار جائحه كورونا. اكيد في الاول يمكن الناس كانت خايفه ان ده هياثر على الاقتصاد المصري، بل بالعكس مصر زي ما قلت لك من البلاد اللي انتعش الاقتصاد بتاعها في جائحه كورونا، فلا ما اثرش على القطاع العقاري بحاجه الحمد لله. مشاريع البنيه التحتيه اللي نفذتها الدوله من اول ما سياده الرئيس السيسي مسك الحكم، نقدر نقول ان هي ساهمت في تطوير السوق العقاري وجذب مستثمرين عرب؟ ده حقيقي، لان دي كانت اول مره تتعمل في مصر ان احنا قبل ما نطرح اي ارض لاي مستثمر في العاصمه الاداريه كانت البنيه التحتيه بتبقى خلصانه، ودي حاجه اول مره تحصل. فطبعا دي كانت فكره جديده واضافه جديده لفكره العاصمه الاداريه. طبعا شجعت مطورين كتير قوي ان هم يروحوا يستثمروا في العاصمه الاداريه، خصوصا ان ده ما كانش موجود عندنا قبل كده. فاه كانت حركه كويسه جدا جدا، ودي حاجه الناس لما عرفت انها موجوده في مكان في مصر الناس كلها اتجهت ليها، فكانت لا حاجه كويسه. المنصورة ودمياط الجديدة وغيرها من المدن الجديدة اللي اتعملت زي العاصمة الإدارية الجديدة ساهمت في تطوير أو ارتفاع السوق العقاري في الفترة الأخيرة؟ والله بص هقولك على حاجة، حتة المنصورة الجديدة أو أي مدينة جديدة دي كانت بفكر جديد وكونسبت جديد، فساهمت في ارتفاع السوق العقاري. طبعا بتتباع بطريقة مختلفة، بتتباع في منطقة ما كانتش عمرانة قبل كده، بتتباع بفكر جديد، فشيء طبيعي طبعا أنها تكون إضافة. يعني لا إضافة طبعا. هير نيوز، أخبارها كلها عندنا.